ولكن محمد الكابتن محمد يوسف واحد من افضل اللاعبين، وبالمناسبه هو طبعا زي ما حضراتكم عارفين هو المدرب العام للنادي الاهلي. نتكلم معاه عن دور الجمهور، مهم جدا ان احنا نسال عن دور الجمهور. يا كابتن محمد ازي حضرتك؟ مساء الخير. مساء الخير يا كابتن اسلام عليك، وفل سعيد عليك، سعيد اكون معاك كده ومع جمهورنا ومشاهدينا. ربنا يخليك يا كابتن محمد. كابتن محمد، يعني الفتره اللي فاتت وضحت جدا 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 قد ايه مسانده الجمهور بتفرق مع فريق النادي الاهلي، لان انا معلش انا هتكلم مع حضرتك في الحاجات دي الاول وبعد كده نخش بقى على الحاجات الاخرى، لكن مبدئيا خلال الفترة اللي فاتت مساندة الجمهور فرقت كتير جدا جدا مع فريق النادي الأهلي، وأعتقد إن هي كان ليها مفعول السحر مع الصفقات الجديدة اللي جت في شهر يناير. طبعا ده أكيد، يعني إحنا بنتكلم في نقطة قدام، نقطة أكيد يعني يحس بيها كل لاعب مثل النادي الأهلي. يمكن أنا الفترة الأخيرة بعذر شوية اللعيبة اللي هي آخر خمس ست سنين من ساعة أحداث بقى الثورة وكده، لما اتمنع الجمهور أو بقى حضور الجمهور في بعض المباريات وليس كل المباريات. جمهور النادي الأهلي طبعا هو العامل الأساسي والعامل الركيزة الأساسية في الفوز بالبطولات. النادي الأهلي مميز جدا بجمهوره، والنادي الأهلي في أفريقيا معروف بجمهوره، وكل الفرق الأفريقية لما تيجي تلعب النادي الاهلي عارفه كويس قوي استاد القاهره بالتحديد. يعني طبعا قبل ما الفتره الاخيره دي السنوات الاخيره انتقلنا لبرج العرب، لكن استاد القاهره معروف ان اي فريق او نادي في افريقيا بيجي يلعب النادي الاهلي في استاد القاهره في حضور جمهور النادي الاهلي، فدي طبعا يعني كفايه، يعني بتعمل بس رهبه شديده جدا للفريق اللي بيجي يلعب النادي الاهلي. طبعا انا بؤكد ان حضور الجمهور المباراه الاخيره امام شبيب في الثوره طبعا هو ساعد الجهاز الفني كتير، لانه طبعا انت عندك تجهيز نفسي للعيبه وعندك تحفيز وزياده الدوافع وحاجات كتيره جدا دي بيقوم بها الجهاز الفني في عدم حضور الجمهور، لكن لما بيكون الجمهور موجود بتساعدك بشكل كبير. فزي ما احنا بنقول يعني جمهوره حماه، فالنادي الاهلي جمهوره حماه، وباكد تاني ان دي بتبقى مسؤوليه، خلي بالك يعني دي طبعا نفس الوقت مسؤوليه كبيره جدا، لان جمهور النادي الاهلي عنده ثقافه واحده بس هي ثقافه الفوز. دائما فرق النادي الاهلي او اجيال النادي الاهلي المتلاحقه معوده جمهور النادي الاهلي ان هو على طول رفع راسه على طول بيفوز. نتمنى نكون عند حسن ظنهم. في الفتره الاخيره انا سامع في كلامك ان مع انضمام الصفقات اللي تم التعاقد معاه في يناير الامور ماشيه في اتجاه احسن، الحمد لله تاهلنا من دوري المجموعات لكن لسه ما عملناش حاجه. ايضا الدوري ماشيين فيه بخطوات الحمد لله جيده لكن لسه برضه ما عملناش حاجه. لازم المشاهدين طبعا من خلالك انا بنتهز الفرصه، احنا عارفين كويس قوي ان احنا كجمهور كجهاز فني النادي الاهلي او حتى يعني حتى جمهور النادي الاهلي احنا بنقيم على الفوز بالبطولات فقط لا غير، يعني بالزبط. غير كده ده هدف النادي الاهلي. معلش يا كابتن انا هقطعك في النقطه دي، يا جماعه هو ده فكر النادي الاهلي، هو ده الناس بتفكر في كده. يعني احنا انا كنت هقول للكابتن يوسف بصراحه عملتوا ماتش حلو وكذا وكذا، قال لك يا جماعه يعني ده الطبيعي، هو ده اللي بيحصل على فكره. يعني انا بقالي مثلا شهر ما كلمتش كابتن محمد يوسف، ما اعرفش اي حاجه، يعني احنا دايما لان ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي ان لما توصل لدور الثمانيه برضه لما تتاهل ان شاء الله لدور الاربعه ولما تتاهل للمباراه النهائيه كل ده طبيعي يا جماعه، ومش بنقول كده مجرد كلام ولا حاجه. اتفضل يا كابتن محمد. هو يعني طبيعه النادي الاهلي وطبيعه الثقافه في النادي الاهلي فرضت كده. فيعني انت لو سالت او عموما بتسال مثلا كم مره وصلنا نهائي كاس، كم مره وصلنا نهائي افريقيا، مش هتلاقي الجمهور قوي حافظ قد ما حافظ الفوز، عدد مرات فوزك بالدوري، عدد مرات فوزك بالكاس، عدد مرات فوزك بالسوبر، عدد مرات فوزك بافريقيا، عدد مرات وهكذا. فنتمنى كرة فيها كل حاجة، وكرة مليئة بالمفاجآت، كرة بتدي اللي بيديها،
فنتمنى ان شاء الله ان احنا الفتره الجايه دي نشتغل كويس جدا. عندنا مباراه يوم 30 مع نادي طيب. الزمالك. اهم الاستعدادات بقى لهذه المباراه يا كابتن محمد، لانها يعني بالفعل مباراه مهمه جدا، ولكن في النهايه هي مباراه تقبل الفوز والتعادل والهزيمه. طبعا اي مباراه انت داخلها يعني فيها الاحتمالات، كره القدم زي ما بقول لك مليئه بالاسرار والمفاجآت. انا مش مع انا يعني برضو انا عايز اقول حاجه، لان برضو كنت سمعت وانا ماشي كده في الراديو من خلال اكتر من برنامج في العربيه ان 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 بيتقال ايه، النادي او الفريق اللي هيفوز بهذه المباراه هو اللي هيفوز بالدوري. انا لسه قايل نفس حقيقي. الكلام ده مظبوط، اللي هو لا لسه ده مش حقيقي. لان انت بعد هذه المباراه للنادي الاهلي والنادي الزمالك انت في على الاقل يعني مش هقول لك 30 نقطه عندك على الاقل بتتكلم مثلا في 25 من 25 ل 30 نقطه لسه في الملعب ولسه في شغل. فانا طبعا المباراه مهمه، مهمه لانها ديربي، مهمه لانها جايه بقى النقاط فيه بقى قريب جدا، جايه في احداث كتيره. لكن الدوري هيعلن او يعني يعلن البطل الفائز بتاعه لما فرق النقاط يعدي عدد المباريات. مظبوط. سواء لاي فريق بقى، سواء الاهلي هو المتقدم، سواء الزمالك هو المتقدم، ايا كان. فاحنا طبعا استعداداتنا هنبدا بكره بعد فتره راحه ثلاث ايام، خدنا يوم الاحد والاثنين والثلاث النهارده وهنبدا بكره ان شاء الله. يعني انتوا بقى لكم ثلاث ايام راحه يا كابتن يوسف؟ امال انت صوتك تعبان، انا حاسس ان انت تعبان شويه ولا حاجه. لا مش تعبان ولا حاجه، انا بوطي صوتي بس عشان احنا خدنا لعبنا السبت مع شبيبه الثوره وخدنا الحد والاثنين والثلاث، وان شاء الله بكره الاربع بقى نبدا نواصل او نبدا الاعداد ان شاء الله لمباراه الزمالك. وزي ما انت عارف طبعا القرعه بكره ان شاء الله. بكره ان شاء الله استعداداتنا هيتخلل طبعا الفتره دي اكيد مباراه وديه، انت عارف طبعا ان احنا عندنا مجموعه في المنتخب الاولمبي وعندنا مجموعه في المنتخب الاول. مظبوط. وعندنا علي معلول منضم لمنتخب تونس، فالعناصر دي كلها هتبقى في غايبه عن الاستعدادات او المرحله الاولى، بعد كده هينضموا لنا بقى فور انتهاء من المباريات ان شاء الله. طيب ان شاء الله بكره التمرين، هل في مباريات وديه قادمه؟ هل في اي شيء خلال الفتره اللي جايه ولا لسه؟ في مباراه الله تقام، لكن هتحدد فيما بعد ميعادها بالضبط لسه لم يتم يعني تحديد الميعاد ولا الطرف الاخر. ولا الطرف. طيب بكره ان شاء الله في قرعه كابتن محمد، يعني ثلاث فرق سان داونز وحوريه الغيني وشباب قسنطينه الجزائري. تفضل ايه ولا شايف ايه القرعه دي بكره ان شاء الله؟ والله يا اسلام بص عشان اكون صريح معاك، انت بتصعد من دوري المجموعات يعني زي ما احنا اتكلمنا في بدايه كلامنا، احنا كنادي اهلي باصين على المرحله كلها، يعني انت قطعت شوط بس طبعا نسبته قليله بالنسبه لبطوله افريقيا، مشوار بطوله افريقيا كبير. فانت عندك دوري المجموعات بيمثل انا شايف 30% او 40% من مشوار البطوله، لكن ال 60% او 70% هم الجايين دور الثمانيه والاربعه والنهائي. بتلعب ست مباريات، انا شايف طبعا ان كل دور بيبقى اقوى من اللي قبله. فانا بالنسبه لي يعني عايز اقول ان انا الثلاث فرق على مسافه واحده بالنسبه لنا دي. لان انت لو رجعت هتلاقي ان البطولات دائما بتلاقي دور الثمانيه بيصعد دائما كل سنه من الاربع مجاميع، بتبص تلاقي فريق غير متوقع مظبوط بيصعد من مجموعته وممكن كمان يعدي دور الثمانيه وممكن يخش فاينل سيمي فاينل. نعم. ودي كانت يمكن لو انا اديتك مثال على اخر بطوله اول اغسطس، فريق مش مرشح يعني فريق ما كانش من الفرق اللي بتتحط او بتترشح ان هو يخش السيمي فاينل مثلا، وهتلاقيه ان هو خرج من الترجي في قبل النهائي وكمان يعني بالعافيه المباراه شابت اقوال كتيره وشابها افعال كتيرة. المهم يعني فانا بحترم الثلاث فرق، اي فريق هتجيبه القرعه امامنا هنتعامل معاه بجديه وهندرسه من خلال
الدوري المجموعات مبارياته، الست مباريات اللي لعبهم في دوري المجموعات. لكن صدقني الثلاثه على مسافه واحده، سان داونز فريق كبير جدا في افريقيا وفريق طبعا عنده خبرات في البطولات الافريقيه. حريه كوناكري لعبناه السنه اللي فاتت وقدرنا ان احنا يعني نجتازه او نفوز ونتاهل للدور اللي بعده. برضه فريق عنيد جدا في ملعبه، مظبوط مظبوط جدا في ملعبه في كوناكري. وطبعا شباب قسطنطينه فريق من الفرق المميزه في الدوري الجزائري، كلنا عارفين الكره. هو ملعبهم يا كابتن نجيل طبيعي ولا صناعي؟ اعتقد صناعي. ها شباب قسطنطينه، شباب قسطنطينه. اعتقد بس مش بشكل مؤكد يعني. قولوا لي يا شباب، هو صناعي ولا طبيعي؟ وانا عارف ان 90% من الجزائر باستثناء ملعب او ملاعبها كلها نجيل صناعي. لكن يعني انت وارد جدا طبعا في مشوارك في بطوله افريقيا. لا يعني ما يفرقش معاك ملعب صناعي نجيلي يعني، هل صناعي او طبيعي يعني؟ بص يا اسلام، هو انت بتقابل صعوبات في بطوله افريقيا، خلينا نتكلم طبعا. منها ان ممكن تقابل ملعب مش كويس، ممكن تقابل سفريه متعبه شويه، خط سير الطياره طبعا متعب شويه، ممكن تقابل فريق مثلا عنده البلد او العاصمه اللي بنلعب فيها مثلا فيها رطوبه عاليه على المحيط. يعني انت بتقابل صعوبات وبعض المغامرات في افريقيا واحنا اتعودنا عليها خلاص. بتقابل اوقات بتلعب فرق مثلا بتلعب الساعه 3 او 4 العصر، مظبوط، الجو حر جدا عندهم. بتقابل فرق ممكن يبقى بتلعب في ارتفاع فوق سطح البحر ب 1200 و1500 و2000 كمان متر، فده برضو بيعمل صعوبات في التنفس وفي الاكسجين. يعني في صعوبات كتيره منها برضو الملعب. فاللي انا عايز اقوله ان احنا خلينا ننتظر، مش فارقه نحترم اي فريق، نحترم اي فريق، لكن احنا بنعيش مرحله مرحله. اهم حاجه دور الثمانيه، ان انت يبقى هدفك مباراه، لان طبعا بتختلف عن دوري المجموعات بقى في التكتيك وفي الفكر بتاعك وتجهيزك للفرقه. انت بتلعب مباراتين، واحدة بره ملعبك واحدة جوه ملعبك، المباراتين دول هم دول اللي بيحددوا. هو بالمناسبة نجيل طبيعي يا كابتن شباب قسنطينة، لأنه بعض الأصدقاء الحقيقة دايما على الفيسبوك بيبعتوا لي قالوا لي إن هو نجيل طبيعي ويتسع ل 40,000 متفرج، ومحمود سعيد برضو قال لي إن هو نجيل طبيعي، وقال لي طبيعي كويس كمان يعني. يعني هو اللي أنا عايز أقوله إن معظم الملاعب في الجزائر نجيل صناعي، عشان كده إحنا ممكن نكون أنا وأنت توقعنا ان هو يبقى نجيل صناعي، لكن في النهايه بنتعامل مع الموقف، ولاعبتنا عندها خبرات برضو. حتى الاداء على النجيل الصناعي، احنا لعبنا مع فيتا كلوب على نجيل صناعي، ولعبنا مع شبيبه الثوره المباراه في دوري المجموعات على نجيل صناعي، فعندنا الحمد لله خبرات كويسه يعني. كابتن محمد، موقف المصابين ايه؟ والله احنا موقف المصابين عندنا لو انت بتتكلم يعني وليد سليمان مثلا، محمد نجيب انضم خلاص التدريبات الجماعيه قبل ماتش كبير اللي هو بتاع شبيبه الثوره. وليد سليمان ان شاء الله هينضم لنا. عندك حمدي فتحي كمان متوقع انه ينضم لنا الايام دي يعني، ولا بعد مباراه الزمالك؟ لا يعني طبعا خلينا نعمل بقى نعمل ابديت كده مع الدكتور خالد، لان الثلاث ايام اجازه برضو لسه شويه. يعني هنعمل كده نشوف بقى تقييم كل الحالات الاصابه. وصلوا ايه، لان انت عارف احنا سافرنا قبل المباراه بيومين، وفي طبعا بعض المصابين اشتغلوا في فتره الراحه. دي طبعا هناخد بقى تقييم من الدكتور خالد، بس يعني معظمهم ان شاء الله قريب قوي في الثلاث ايام هيكونوا متواجدين. انما عاشور معانا، عندك صلاح محسن كان معانا في المباراه اللي فاتت. خلاص عاشور، حسام عاشور الحمد لله ادى بشكل كويس. يمكن ايمن اشرف كان واخد كدمه في ظهره في المباراه اللي فاتت. ان شاء الله هنشوف بكره نقف على حالته ايه، يعني الموضوع قريب ان شاء الله كله يعني. كابتن يوسف، الماتشات اللي جايه يعني زمالك، اتحاد مصر، المقاصه، بيراميدز، كلها مباريات صعبه جدا جدا جدا. بيتم الاعداد ليها من دلوقتي ولا كل مباراه على حده؟ لا طبعا انت اي مباراه عندك صعبه، اي مباراه في الكام شهر الجايين دول هي صعبه، لان انت عارف مباراتك اللي هتلعبها ايه، يا في بطوله افريقيا يا مباريات دوري، وطبعا انت عارف الوضع سواء في البطوله دي او البطوله دي. لكن احنا عاده
وده الحاجه اللي احنا كنادي اهلي بنشتغل عليها على طول، ان احنا بناخد مرحله مرحله، مباراه مباراه، يعني كل خطوه لوحدها بنفكر فيها، وبعد ما نخلصها بنبدا نقفل الملف بتاعها ونفكر في الخطوه اللي بعدها، لان كل مباراه ليها قصه مختلفه وليها سيناريو مختلف، وليك انت بتطلع من المباراه عندك مستجدات، سواء من الاصابات، سواء من الايقافات، سواء من تدوير لاعبين، فانت كل مباراه بيبقى ليها استراتيجيه مختلفه يعني. فاحنا طبعا كل تركيزنا حاليا ان شاء الله لاعبتنا بتوع المنتخب يرجعوا لنا بالسلامه بعد اداء مباراتهم مع النيجر والمباراه الوديه، ايضا لاعبي المنتخب الاولمبي يرجعوا بالسلامه ان شاء الله من معسكر اسبانيا، ينضموا للمجموعه اللي احنا هتشتغل معانا من بكره، وكل تركيزنا هو مباراه الزمالك. شريف اكرامي ايضا نسيت برضو بالمناسبه ان شريف اكرامي من ضمن الناس المصابين، شغال برضو فترات، بيعمل تقريبا بعض الايام بيشتغل فيها فترتين عشان يبدا يخش التدريبات مع كابتن طارق سليمان. فنتمنى ان شاء الله ان احنا ال 12 يوم الجايين دول نجهز فيهم بشكل كويس قوي، على اساس ان نبقى يوم 30 في مباراه الزمالك نكون جاهزين فنيا وبدنيا ونفسيا وكل النواحي. طيب اخيرا سؤال لكابتن محمد يوسف، مؤمن زكريا هل بالفعل جاله عرض من فنلندا ولا لسه برضه بكره يبان؟ والله يا اسلام، موضوع مؤمن هتلاقي كل التفاسير او يعني مع كابتن سيد؟ مع كابتن سيد. يعني انت عارف طبعا دي حاجات اداريه، حاجات اداريه كلها، مظبوط. استاذ حفيظ، استاذ حفيظ هو اللي بيتولاها. فهتلاقي طبعا المستجدات بتاعته كلها مع كابتن سيد عمرو. اخيرا يا كابتن محمد، رساله لو حضرتك عايز تقول اي رساله لجمهور النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. لا انا طبعا بقول لهم طبعا انتوا دايما في ظهر الفريق ودايما في ظهر النادي، ودايما يعني بتدعموا وبتشجعوا، وجمهورنا الواحد بيفخر، ومش ده مش كلام يعني، عشان انا لعبت في الاهلي او انا مدرب في الاهلي، انت لعبت يا اسلام في اكتر من نادي بعد الاهلي، انا لعبت برضو واحترفت بره ورجعت لعبت برضو في انفي النادي الاهلي. والواحد مش بيقول كده عشان انا دلوقتي مدرب في النادي الاهلي، لا انا بقول الكلام ده حتى لو انا بره. جمهور النادي الاهلي طعمه مختلف، جمهور النادي الاهلي مسؤوليه. جمهور النادي الاهلي على قد ما انت بتكسب وبيدعمك وبيساندك، لما بيحصل نتائج ما بتبقاش على المستوى اللي يرضي طموحه، ايضا بتلاقيه يعني بيبقى مشتاق وبيبقى عايز الفريق يرجع تاني للمستوى اللي هو متعود عليه، وبيرجع للنتائج اللي هو متعود عليه. فانا بقول لهم رساله ان شاء الله تلاقوا الفريق عند حسن ظنكم، ان شاء الله نفرحكم، ان شاء الله الموسم ده ان شاء الله يكون فوز بالبطولات، سواء على مستوى الدوري او افريقي، او حتى اذا في سوبر محلي او سوبر افريقي، وان شاء الله يبقوا هم في ظهرنا على طول. بناشد طبعا المسؤولين في الدوله ان ما يحرموش النادي الاهلي من جمهوره، كلنا شفنا المباراه اللي فاتت لما الجمهور جه كان حاجه جميله جدا، واحنا داخلين على امم افريقيا في يونيو، فلابد ان احنا يعني نرسل رساله قويه جدا لافريقيا كلها ان النادي الاهلي ونادي الزمالك بيلعبوا بجمهورهم، ويعني الاجواء جميله، الدنيا عاديه خالص، دي هتفرق معانا جدا في امم افريقيا القادمه يعني. ان شاء الله نتمنى لكم يا رب كل التوفيق. كابتن محمد شكرا جزيلا على هذه المداخله، كابتن محمد يوسف مدرب عام النادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك كابتن محمد. انا الحقيقه بفتح من الصبح